ولا ما نشوفش في الماتش. واخويا انا عندي شي بلاناج غنمشي نحيدها من اليوم وغنجي عندك. صافي هذا مساوي شوف والله ما والله ما كاين شي حاجه مساوي. الفلاش عندي شي بلاط مون خويا حسام تدينا جبل راه احسن منا حنا. صافي صافي خليها خاف خليها خاف. صافي يلاه ان شاء الله عليه فريوس نتشوف شي يلاه ان شاء الله ضروري ندويو سيو سيو ديما كيخليه هاني هاني شتايا وي غنردو وغندورو عليه الحاج انا خاصني نمشي اصحابي ولا صافي حتى مره اخرى حتى نتقاشر دابا غنبقى وحداني نبقى ندور هنا بحال البيرو والله اخويا بشحال برك عرفنا انا راه طنطن مرحبا مزيان بخير كنت مع خوك دابا يلاه تفارقنا دابا والله تحطل شي بزاف ايوا شي بشي بخير الحمد لله الدار المهم دابا راه غنمشي غدا ونشوف سير اخويا سير صاحبي صافي سير مشيت انا نمشي نشوف الخوات ديالي واش كاينه في الدار ولا لا وراك عارف حتى البلانات حي حتى نتقاش الله يحفظك ليا بزز باش تفكيش من الدراري المهم تيسير لداركم مش بيني خوك والو صافي صافي يلاه سير ان شاء الله فين فرد دد واش فرد كشكش هاني اخويا الله يحفظك الله يحفظك فين هاني يا شيم الله يحفظك بلان والو الصلاه لا قنيتك ولا ما قنيتكش فاش راه قبيله قلنا لك نمشيو نتفرجوا في القهوه شنا لا وصافي راك عارف راك عارف اخويا ولا صح شو ما فاطمه الزهراء اخويا واه حسام عشيرك راه باغي اخويا انت باغي اسال دار ما حوسينش اخويا غيتقلق عليك ما غيشوف ما غيتقلق اسمع باش بقى صاحبي ما تبقاش تقول لي ما تبقاش تقول لي اخويا خويا ما يعني باغي شي خويا راك عارف شو عزيز عليه خويا بشي ان شاء الله في راسك سير واحد البلان تسناني ضروري صافي فين اخويا هشام؟ طلع شي مزيان طلع شيني في التليفون اخويا انا والله ما عرفني غندير صافي خلا شيني خلا شيني اقول لي شك اخويا مال اختي هشام الحوسان واش الضحك اصاحبي وحق الرب راه من شحال هذا يوم ما قديتش نقولها لك كنتسنى فيه ويجه عرفوك ما قلتش لي كنتسنى فيه ويجه عندك اخويا انا ما قديتش نقولها لك شي ديال الرجله وهو اخويا انا ما شوف ماشي مشكل حيت الله وحوسام اصاحبي